الله وبركاته. طلابي الأعزاء، معكم المعلمة صبية سليم من المدرسة الفلسطينية المشتركة بدولة قطر ومادة التنشئة الوطنية للصف الرابع. طلابي الأعزاء، الوحدة الأولى بمادة التنشئة الوطنية ستكون بعنوان أعرف وطني فلسطين. طلابي الأعزاء، درسنا اليوم بعنوان مدينتي. هيا بنا طلابي الأعزاء نتعرف على معنى كلمة المدينة. والآن شاهدوا معي هذه الصورة لنتعرف على معنى كلمة المدينة. تعريف المدينة: تجمع سكاني كبير تتميز ببناياتها السكنية الكثيرة المرتفعة ومحلاتها التجارية المتنوعة وشوارعها المنظمة. شاهد معي عزيز الطالب خريطة فلسطين ثم اذكر أسماء بعض المدن الفلسطينية. ومن أهم المدن الفلسطينية القدس العاصمة، بيت لحم، رام الله، الخليل، بئر السبع، غزة، الناصرة، جنين، صفد، عكا وحيفا. ومن أهم المدن الفلسطينية القدس العاصمة، الخليل، بيت لحم، الناصرة، رام الله، غزة، نابلس، حيفا ويافا. والآن بعد أن تعرفنا على معنى كلمة مدينة وأهم المدن الفلسطينية، هيا بنا نتعرف على أهم المؤسسات الحكومية في المدينة. ومن المؤسسات الحكومية في المدينة البلدية، المستشفيات، المحاكم، المدارس والجامعات. والآن هيا بنا أعزائي الطلاب نتعرف على أهمية تلك المؤسسات. وتقوم البلدية بتوفير الماء والكهرباء، تعبد الطرق وتنظم البناء. أما المستشفيات فتقوم بتقديم العلاج. وتقدم المدارس والجامعات التعليم، بينما تقوم المحاكم بحل المشكلات والقضايا بين الناس. والآن هيا بنا أعزائي الطلاب نتعرف على مشكلات المدينة. تأمل معي عزيزي الطالب هذه الصورة والتي توضح المشكلات التي تواجه سكان المدينة. والآن بعد أن شاهدنا الصورة والتي تمثل مشكلات المدينة، هيا بنا نقوم بحل أسئلة النشاط صفحة 17. السؤال الأول: ما هي المشكلة التي واجهت البنت وسببها؟ الإجابة: لم تسمع رنة الهاتف، والسبب الضوضاء الناجمة عن كثرة السيارات وأصوات وسائل النقل. السؤال الثاني: المشكلات التي واجهت الأولاد وسببها؟ الإجابة: التأخر عن المدرسة والتأخر عن العمل، والسبب أزمة المرور. السؤال الثالث: نقترح حلولاً لهذه المشكلات. الإجابة: استخدام وسائل النقل الجماعي مثل الباصات للتقليل من أزمة المرور، إبعاد المصانع عن المناطق السكنية للتقليل من تلوث الهواء. والآن هيا بنا طلابي الأعزاء نتعرف على أهم مشكلات المدينة. يعاني سكان المدن من عدة مشكلات، منها الضوضاء الناجمة عن كثرة الناس وازدحامهم وأصوات المارة ووسائل النقل، أزمة المرور التي تسبب التأخير عن العمل والدراسة، التلوث الناجم عن انبعاث الدخان من وسائل النقل والمصانع. والآن هيا بنا أعزائي الطلاب نقوم بالإجابة عن أسئلة الدرس صفحة 21. السؤال الأول: اكتب في كل مربع وصفاً عاماً للمدينة. الإجابة: شوارع منظمة،
محلات تجارية متنوعة، بنايات سكنية كثيرة ومرتفعة، حدائق وشواطئ للتنزه، تجمع سكاني كبير. السؤال الثاني، اذكر أسماء مؤسسات تقدم الخدمات للناس. البلدية، المدارس والجامعات، المحاكم، المستشفيات. السؤال الثالث، أبين بعض المشكلات التي تعاني منها المدن. الإجابة، الضوضاء، أزمة المرور، تلوث الهواء. السؤال الرابع، اذكر أسماء مدن فلسطينية. الإجابة، القدس، أريحة، رفح، حيفا، الناصرة، وعكا. لا تنسى عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، مراجعة الدرس ونقل الحل في الكتاب المدرسي.